سمو ولي العهد يقود جميع الملفات وجميع المشاريع بحكمة واقتدار، والله يطول عمره يترجم جميع التوجيهات لجلالة الملك باحترافية. سمو ولي العهد مو شيء جديد عليه، سمو ولي العهد قاد رؤية البحرين الاقتصادية 2030، قاد الله يسلمك تأسيس تمكين، قاد تأسيس الأماري، قاد كثير من الأشياء اللي أضفت على البحرين احترام دولي، أضفت على البحرين نظرة عالمية بإعجاب. فسمو ولي العهد في سن مبكر كان منخرط في العملية الاقتصادية، وكان على ثقة أن العمود الفقري للدولة هو الاقتصاد، فمن هذه المنطلق حط خطط كثيرة للتعافي الاقتصادي للشركات وللمواطنين البحرينيين. وسمو ولي العهد يهم المواطن البحريني، وهم أن الخطط كلها ترتكز على المواطن البحريني. سمو ولي العهد الله يسلمك دائما يشرك القطاع الخاص في الخطط، ودائما يعطيهم مساحة كبيرة للتحرك، ودائما الحث الحكومة على التعاون معهم. سمو ولي العهد عنده خصلة جدا جميلة، هو الاستماع إلى التجار والاستماع إلى آرائهم، ويستمع حق جميع المواطنين، فهذه من خصال القائد الحكيم. جائحة كورونا كتبت حق البحرين يعني تاريخ من ذهب، احنا اعتقد الثانية أو الثالث عالميا والأول عربيا في مكافحة الجائحة. وغير هذه الله يحفظ جلالة الملك وجه سمو ولي العهد إلى دعم القطاع الخاص وإلى دعم المواطنين، فالحكومة مشكورة حطت 4,200,000,000 لدعم القطاع الخاص ولدعم المواطنين، وواصلت في هذه الدعم على أساس أن الاقتصاد الوطني والمواطنين ما يتضررون. فالبحرين كتبت قصة جميلة بقيادة سمو ولي العهد، وكنا ناجحين فيها 1000%، وهذه كلها يرجع في الفضل إلى اعتماد سموه على فريق البحرين اللي هو أنا وأنت وأي مواطن عادي في البحرين وأي مسؤول في البحرين. ففريق البحرين يمثل البحرينيين كلها، وهذه الروح اللي احنا دائما نبغيها. رؤية 2030 هي الاستدامة، والاستدامة البشرية حق المواطن البحريني، الاستدامة الاقتصادية، الاستدامة التنموية، فهذه كلها إن شاء الله راح يتحقق، وقاعدين نلمس إحنا اللي قاعد يصير. عندنا اليوم الشيء الثاني اللي هو خطة التعافي الاقتصادي. سمو ولي العهد وفريقه يقودونها بكل حكمة واقتدار، وبارعين فيها ومشاركين القطاع الخاص فيه ومعطينا مساحة إنه هو يشتغل. أنا بالنسبة لي مطمن حق مستقبل البحرين إن شاء الله، ومطمن حق مستقبل مواطنين البحرين، وإن شاء الله الكل يكون فعال في فريق البحرين، لأن هذه واجب وطني. إحنا كبحرينيين وكمجتمع مال وأعمال مرتاحين جدا حق مسيرة التنمية الاقتصادية في البحرين أو أي مسيرة ثانية تمس المواطنين. فإحنا عندنا ثقة في قيادتنا وعندنا ثقة في فريق البحرين، فأعتقد أن إحنا راح دائما نواجه التحديات بكل نجاح. وألف شكر لسمو ولي العهد ولفريق البحرين.